Her Excellency Louise Mushikiwabe, Secretary General of the Francophone, أستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية, أستاذ الدكتور هاني هلال رئيس جامعة سنغور, بروفيسور تيري فريدال ريكتور of سنغور University المصرية, السادة السفراء وممثلي الدول والحكومات. حقيقة أنا سعيد إن أنا موجود النهاردة, يمكن ما كنتش موجود من سنتين مع دعوة الدكتور هاني هلال لحضور هذا الحدث الهام, ولكن يعني وجود النهاردة جامعة سنغور في الإسكندرية ليه دلالات كتير وليه معاني كتير. كوني أشوف النهاردة هذا الكم الجميل من الطلاب الدارسين من دول أفريقية متعددة ومتنوعة من أرض مصر, أود في البداية أن أتوجه لسيادتكم بتهنئة طيبة مباركة بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا وعلى مصر وأفريقيا والفرنكوفونية وجامعة سنغور بالخير والبركات. ويشرفني أن أرحب بضيفة الشرف السيدة السكرتيرة العامة للفرنكوفونية والأصدقاء الأعزاء معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ووزير المحافظ دكتور عبد العزيز قنصوة والسادة رؤساء الجامعات ومدير مكتبة الإسكندرية لتشريفنا بالحضور والمشاركة في حفل تخرج الدفعة 16 والتي تشرف برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط للحفل ولكن للدفعة 16 والتي تأتي تخرجها في عام التعليم عام 2019 في جمهورية مصر العربية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.